اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، حيث نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. جاء في موقع الهيانات بسبب نزاع عشائري مقتل واصابه ثلاثه مدنيين شرقي العاصمه. وفي المدى نطالع محللون عبد المهدي سيواجه تحدي إرضاء الكتل السياسية لتنفيذ برنامجه. ونتصفح في كتاب تيار الحكمة يناقض نفسه، يتحدث عن منح عبد المهدي حرية الاختيار ويفرض عليه وزراء سابقين. وجاء في جزيرة نت: باراك قتلت أكثر من 300 فلسطيني في 3 دقائق. ونقرأ في العرب الجديد: إصابات في الجمعة 30 لمسيرات العودة وكسر الحصار. جاء في القدس العربي: بومبيو: لدينا العديد من الخيارات ضد السعودية في حال ثبوت ضلوعها بمقتل خاشقجي. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة: بوتين يطالب بضمانات أمنية لسوريا للتخلي عن حلفائها وانسحاب إيران. أهلا بكم. بعد 15 سنة من احتلال العراق وتشكيل الحكومات المتتالية، تتجه الأنظار إلى تشكيل حكومة جديدة تمضي بالأحزاب المركزية وبنظام المحاصصة الطائفية والسياسية إلى بر آخر للأمان، يضمن لها دورة من 4 سنوات بذات المعايير والمناهج والزعامات المفرطة أو المعتدلة بولائها لولاية الفقيه التي تريد أن توصل إلى جمهورها المتكتل حولها ما تجود به من إرشادات بدائية عن الوطن وكيفية إدارته، بحسب الكاتب حامد الجيلاني في مقال بصحيفة العرب اللندنية. الوصول إلى بر الأمان الخاص بحكومات الاحتلال يتطلب الإبحار بمركب العملية السياسية، أي بالدولة والقرار السياسي والحكومي والنيابي والعسكري وقدرة التعبئة حسب الطلب والمهمات، وكذلك بما تستحوذ عليه من إعلام، وحتى ما يتصل بها من شائعات تعتبر في المغزى العام الشغل الشاغل لها لحجم ما تحصده من ترويج يمدد من إطالة أمد الوضع القائم الذي يسعى فيه النظام السياسي إلى إعادة وتدوير وتنشير مدخراته التنظيمية والأيديولوجية، قاصداً طرحها كأسهم استثمارية في شركات فرعية ناجحة وبعناوين عريضة وجديدة. 15 سنة بعد الاحتلال الأمريكي، كانت حقبة زمنية لدور الاحتلال الإيراني الذي تسلل في وضح النهار من بين الأصابع الأمريكية المتواطئة والمتراخية، أعيد فيها العراق إلى ما قبل العصر الحجري الحديث، أي إلى ما قبل معرفة الزراعة والاستقرار. ذلك ليس سخرية أو تهكماً من الأدوات الإيرانية المحتكرة لمصير السلطة في العراق، بل هو وقائع تضافرت على صناعتها الحكومات المتعاقبة لحزب الدعوة مع عناصر عشوائية أخرى من أحزاب أصيبت أساساً بعدوى الانقسام الطائفي. ويختم الكاتب بالقول: إن العديد من دول العالم لا تريد رؤية حقيقة انهيار الدولة في العراق وتراجعها إلى حدود ومقتربات عصر الصيد بأنواع الأسلحة مع كواتم الصوت والخوف المطلق، حيث نصف الزراعة ألغي بسبب شح المياه مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها عبر تاريخ الطبيعة. ماذا تبقى من الزراعة والإنتاج الزراعي وللحياة في العراق بصورة عامة حتى يصار إلى تأهيل النظام والعملية السياسية للمحتل بشخصيات انتهت إلى مأساة فكرية عندما ارتضت أن تضع تحصيلها العلمي في قبضة التعصب المذهبي وسمحت لنفسها أن ترفع السلاح ببطولة ضد وطنها الأم؟
يقول الكاتب إياد عبد اللطيف في مقال بموقع كتابات إنه منذ أن وطأت أقدام المحتلين الغزاة أرض العراق وهم وأتباعهم يتشدقون بحقوق الإنسان، وكان الاحتلال والغزو المسلح من مزايا ومكرمات صيانة حقوق المواطنين الآمنين الأصلاء كما يصف الكاتب. في ظل نظام العدالة الجنائية في العراق يتسم بالعيوب العميقة، فقد حرم المتهمون لا سيما المشتبه في علاقتهم بالإرهاب من حقهم في الحصول على الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع، وفي عدم تجريم النفس أو الاعتراف بالذنب واستجواب شهود الادعاء. واستمرت المحاكم في قبول الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب كأدلة، وحكم بالإعدام على العديد من المتهمين الذين أدينوا إثر محاكمات جائرة ومتعجلة. وفي الفترة من تموز إلى آب أصدرت السلطات العراقية مذكرات اعتقال بحق ما لا يقل عن 15 محامياً مما كانوا يدافعون عن أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية، واتهمتهم بأنهم أعضاء في التنظيم. وقد أثارت تلك الاعتقالات قلقاً عميقاً في أوساط المحامين الآخرين من أنهم يمكن أن يعتقلوا لمجرد دفاعهم عن المشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية. ويضيف الكاتب أن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لم ترتقي إطلاقاً بمصداقية القول أو الفعل، حتى الفعل المقارن وصفاً بأن الشعب العراقي قد عانى طويلاً من انتهاكات رهيبة لحقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية، وبأن تطبيق حكم القانون كما يقول الكاتب ونظام حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة من الواجب، وكذلك تبني الموازين الدولية لحقوق الإنسان وإحياء الموازين التقليدية العراقية للمعاملة الإنسانية، وهي أمور حيوية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي للمجتمع العراقي ككل. كان العراقيون يمنون أنفسهم بدولة مدنية، دولة قانون ونظام وعدل ومساواة وحقوق إنسان وأمن وأمان وإعمار وبناء ورفاه اجتماعي واقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للشعب وتقديم أفضل الخدمات له بالاستفادة من العائدات المالية الكبيرة من تصدير النفط وتطوير التعليم والارتقاء بالخدمات الصحية إلى مستويات عالية ومهمة والاهتمام بالعلم والعلماء وتطوير الصناعة. لكن وللأسف الشديد فإن المحتل الأمريكي كان قد وضع للعراق سيناريو خبيث لا يحقق أي من أحلام الشعب وأمنياته ولا يقود العراق إلى التقدم والتطور، بل على العكس من ذلك فقد عمل المحتل على إشاعة الفوضى والصراع الطائفي بحسب الكاتب سامي الزبيدي في مقال بصحيفة الزمان العراقية. عملت هذه الميليشيات على إضعاف مؤسسات الدولة خصوصا العسكرية والأمنية ليخلو لها الجو للسيطرة على الأوضاع في البلد، حتى أصبح العراق دولة ميليشيات لكل حزب ميليشيا مسلحة ترتبط به وتمول وتأتمر بأوامر دول الجوار وتنفذ مخططاتها ولا تلتزم بأوامر الدولة وقوانينها، فعمت الفوضى البلاد. كما زاد نفوذ العشائر وسطوتها نتيجة ضعف الدولة وأجهزتها الأمنية، وسبق لهذه العشائر أن سيطرت على أسلحة الجيش خلال الغزو الأمريكي وزادتها أسلحة أخرى متوسطة وحتى ثقيلة. وكثرت النزاعات العشائرية التي كانت تهدد أمن المدن وتقطع الطرق الرئيسة بين المحافظات دون أن تتمكن الدولة من مجابهتها، وأصبح قانون العشائر هو السائد بدل قوانين الدولة، فأصبح العراق دولة ميليشيات وعشائر ودولة عوائل متنفذة سيطرت على مقاليد الأمور في البلاد وعلى ثروات العراق فتقاسمتها بينها، ثم سرقت عقارات الدولة وعقارات أركان النظام السابق وحولتها بأسمائها، وأسست لها امبراطوريات اقتصادية رأس مالها أموال تهريب النفط وأموال المشاريع الوهمية التي لم تنفذ وأموال موازنات الدولة التي تقاسمتها طيلة 15 عاماً
الماضية. للأسف الكاتب سلم الأمريكان العراق و شعبه إلى أحزاب طائفية كما يصف، همها الحصول على السلطة والنفوذ وسرقة أموال الشعب والدولة ونهب ثرواته وثروات الوطن وإثارة الصراع الطائفي وإهمال الخدمات وعدم الاهتمام بالأمن والأمان وحماية أبناء الشعب من الإرهاب والعصابات. وفتح الباب واسعا لميليشيات هذه الأحزاب كما يصف الكاتب لتستمر في مسلسل الاغتيالات والتصفيات الجسدية وإثارة الأحقاد والضغائن والتهجير والاعتقالات والتعذيب واغتيال كفاءات العراق العلمية والأكاديمية والأدبية مما اضطر من بقي منهم على قيد الحياة للهروب خارج البلد. إذا ما كان المنشور عن تقرير اللجنة الحكومية المكلفة التحقيق في أحداث البصرة صحيحا، وهو صحيح على الأرجح، فإن التقرير غير ذي فائدة وأن عمل اللجنة غير ذي قيمة حقيقية، وكأن الاثنين لم يكونا في الأساس كما يصف الكاتب عدنان حسين في مقال نشرته صحيفة الملاح. التقرير المنشورة تفاصيل عنه منذ يومين لا يحقق الغاية المنشودة، إنه تقرير بائس إذ يعمد إلى التضليل ومجانبة الحقيقة. تكفي الإشارة مثلا إلى أنه يورد الرقم 9 لعدد الضحايا، فيما تقارير الدوائر الرسمية الصحة والشرطة ومصادر تنسيقية الاحتجاجات اتفقت على أن العدد يصل إلى 25. هل أرادت اللجنة بهذا التخفيف من جسامة الخسائر في الأرواح؟ ألم يدرك أي من أعضائها أن مقتل شخص واحد خارج القانون هو خسارة جسيمة لأهله وأحبته وأصحابه والمجتمع بأسره؟ القضية الجوهرية التي أنشئت اللجنة الحكومية من أجلها لا يعكسها التقرير، فما من تحديد واضح ودقيق للمسؤوليات. التقرير يبرئ عناصر الأمن من أي عمل أدى إلى قتل أي شخص. هل هذه هي غاية تشكيل اللجنة؟ لنقبل بهذا، مع أنه حتى الشرطة وسائر قوات الأمن في أكثر الدول تحضرا وديمقراطية كبريطانيا مثلا ليست بهذه الطهرانية والمهنية اللتين سعى التقرير لإسباغهما على أجهزة الأمن في البصرة. لنقبل بما جاء في التقرير على هذا الصعيد ولنبرئ عناصر الأمن من أي عمل إجرامي وجرمي، لكن هناك قتلى وجرحى بالعشرات. التقرير اتهم مندسين بأنهم القتلة والمخربون ومشعلو الحرائق، هذا كلام غير ذي جدوى إطلاقا لأنه معروف ومصرح به منذ البداية. مرة أخرى بصيغته هذه غير ذي نفع وفائدة كما يصف الكاتب، وهو يعيد إلى الأذهان نتائج أعمال العشرات من لجان التحقيق المشكلة على مدى 15 سنة الماضية التي لم تنتهي أعمالها إلى نتائج ذات قيمة. وهذا التقرير كما مثيلاته السابقة له مردود سلبي في الواقع، فهو يعزز الشعور بعدم الثقة بالدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية. أقرأ في الحياة: كان معبرا جواب وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري على تمني نظيره اللبناني جبران باسيل أن تصيب العدوى بلاد الرافدين فتتشكل الحكومة العراقية قريبا، اقتداء باقتراب ولادة الحكومة اللبنانية التي مضى على أزمة تأليفها قرابة 5 أشهر نتيجة تناتش وتجاذب القوى السياسية لا سيما المسيحية. الأرجح أن المفارقة تكمن في أن لبنان هو الذي يفترض أن تكون العدوى انتقلت إليه، مما يحصل في العراق لجهة تشريع خطوات تأليف الحكومة بعدما أخرتها العقد المفتعلة والواقعية والتي شهدت تنقلا بين المعايير في التوزير في شكل بدا معه أن سببا خفيا يقف وراء تعليق ولادتها بحسب الكاتب وليد شقير في مقال بصحيفة الحياة لندن. مع جهود عبد المهدي لتأليف حكومته التي يتابعها الأمريكيون والإيرانيون عن كثب،
بدا أن الأمر يحتاج إلى تدخل خارجي لتسهيل العملية، ولذلك زار قاسم سليماني بغداد وشجع القوى الحليفة على الأخذ بالمعيار الذي وضعه الرئيس المكلف لاختيار الوزراء الممثلين للكتل السياسية الكبرى، منذ أن بدأت الأمور تشهد حالة في بغداد مطلع الشهر الجاري. أخذت التعقيدات التي تعترض الرئيس المكلف في لبنان سعد الحريري تتراجع، وما سمي نصائح فرنسية لكبار المسؤولين، لا سيما لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وفريقه، بوجوب تسريع قيام الحكومة، ومقابل الدورين الأمريكي عبر السفارة والإيراني عبر سليماني في بغداد، حصل التحرك الفرنسي الذي يحظى بالتفويض الأمريكي، وكذلك لقاءات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع الوزير باسيل ثم المسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا للحض على الإقلاع عن الشروط التي تعيق إنجاز الحكومة. والرئاسة الفرنسية أسمعت الرئيس عون وباسيل كلاماً قيل إنه متشدد على هامش القمة الفرانكفونية. منذ انتهاء الانتخابات العراقية طبعاً تزامنت مع انتخابات لبنان التي خضعت هي الأخرى نتائجها لأخذ ورد بسبب تعديل أحجام الكتل قبل أن يتم تثبيتها على وقع ترتيبات التوافق الأمريكي والإيراني على الحصص. هناك من أخذ يترقب إنجاز هذا التوافق، لأن على ترجمته العملية والفعلية يتوقف الإفراج عن حكومة لبنان هناك، حيث يبدو أن هناك من حاول الإفادة من فترة الانتظار وحين انتهت انتقلت العدوى من العراق إلى لبنان للعكس. نقرأ في العربي الجديد: صار ممكنا القول إن النظام العربي الرسمي انتصر ونجا من ثورات الشعوب بعد محاصرتها وتمزيقها في آخر قلاعها في سوريا، وبذلك تم قتل الدينامية الثورية إلى أجل غير مسمى بعد أن تكفل القمع الوحشي بتفكيك عناصر تلك الدينامية قتلا وتهجيرا، حسب مقال الكاتب غازي دحمة نشرته صحيفة العربي الجديد. من المفارقات العجيبة أن يتحول افتتاح معبر نصيب جابر بين الأردن وسوريا إلى واحد من المؤشرات الكبرى على انتصار الثورة المضادة التي بذلت طاقة كبيرة لإعادة الأمور إلى مجاريها ما قبل مرحلة اندلاع الربيع العربي. ومن المفارقات أن اللاجئين لن يعودوا عبر هذا المعبر إلى سوريا، بل إن نظام الأسد هو الذي سيعود عبره إلى حاضنته الرئيسة، النظام الرسمي العربي الذي سيستقبله مخلصا ومنقذا بعد خلاف داخلي جرى تجاوزه. الجرح لم يزل ساخنا، وأن ما ارتكبه نظام الأسد بحق السوريين يصعب على النظام الرسمي العربي مسحه بسهولة، لكن لضرورات الواقعية لا بأس من فتح طرق التجارة والترانزيت، وفي مرحلة ثانية تصبح العملية بحاجة إلى إعادة فتح القنصليات لإدارة العمليات التجارية والاقتصادية، وسيكون ذلك تحت شعار تخفيف الألم عن الشعب السوري، وهذه سيتبعها فتح السفارات لتسيير شؤون السوريين، وستنتهي العملية بدفع النظام العربي حصته في إعادة إعمار مشاريع الأسد في سوريا، على الرغم من استمرار هذا الأسد بمنع السوريين من العودة ومصادرة ممتلكاتهم. لن يكون مستغربا أن القوى الكبرى وخصوصا أمريكا وأوروبا تتلطى خلف النظام الرسمي العربي لتعلن هي الأخرى إعادة تأهيل نظام الأسد، فما دامت دول الإقليم قبلت به لن يكون هناك ما يمنع الأطراف الدولية من اتباع هذا المسار. ولا شك أن روسيا هي الأخرى التي تشرف على كل هذه الخطوات والإجراءات المتبعة، وتعرف من خلال دبلوماسيتها النشيطة مواقف جميع الأطراف، وتشجع النظام الرسمي العربي على هذه الخطوة لرفع الحرج عن الأوروبيين والأمريكيين عندما يقدمون على خطوة مهمة كهذه، خطوة تأهيل نظام الأسد. بعيداً كل البعد عن السياسة، تعد جمعية
المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع في مركز منفلط بمحافظة أسيوط، تعد من العلامات المميزة والبارزة في صعيد مصر باعتبارها من أقدم الجمعيات في البلاد، حيث جرى تأسيسها منذ أكثر من 50 عام. ويرجع ويعود الفضل في تأسيس هذه الجمعية في قرية جحدم إلى الشيخ أف سلطان، والذي تخرج منها أكثر من 1500 حافظ لكتاب الله الكريم كاملا. ويقول أف سلطان، والذي يبلغ من العمر 85 عاما، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنها تأسست عام 1966. ويقول سلطان إن تزايد أعداد الدارسين جعله يفكر في إنشاء معهد ابتدائي أزهري على مساحة فدان ونصف الفدان، ثم تطور الأمر إلى إنشاء 3 معاهد للبنين والفتيات على مساحة 8000 متر مربع، ليصبح مجمع معاهد ضم إلى الأزهر الشريف وصارت تابعة له. تابع ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.